طيب الأول طبعا رقميا وعدديا الأهلي 7 مع سامي 7 نقاط من 9 من 3 مباريات من 9 نقاط، فده رقم إلى حد ما محترم جدا. أداء الفرقة ما تقدرش تقيمها أداء غير في فترة كبيرة، تمام. شهر مثلا عشان تقيم أداء مدير بس فني. يعني في مرحلتين، في مرحلة ما قبل ما أنا لسه أقول لك أهو، يعني أداء تقيم في شهر 6 7 ماتشات مثلا، ست ماتشات اللي قبل موسيماني اللي هم آخر 6 ماتشات مع موسيماني كان الأهلي خسران أو متعادل 3 وخسران 2 منهم مظبوط نهائي دوري أبطال، نهائي دوري الأبطال، وقبليهم حتى كان تعادل في ماتش شبيبة القبائل. فأنت كده آخر 6 ماتشات لو حسبتها رقميا فأنت بتتكلم في حوالي 7 نقاط من 6 مباريات، وده رقم سلبي جدا جدا جدا. كمية إصابات مهولة، وده دليل على إن كان في تقصير بدني. كمية زهق، خلي بالك لعيب الكرة لما يوصل لمرحلة الزهق والتشبع لازم تجدد دوافع من غير أي حاجة، حتى لو ماشي في أعلى حتة. في فترة من الفترات السنة اللي قبل اللي فاتت مع جوارديولا في مانشستر سيتي 4 سنين ورا بعض دوري، اللي خد فيها بقى ليفربول الدوري برضه مرحلة تشبع للعيبة السيتي مع جوارديولا، لازم يبقى فيه تجديد دوافع. كل سنة دوري. لا بيبقى فيه نوع من انواع الملل فعلا، دي حقيقة. فاعتقد بتحول الموضوع لروتين يعني. بالظبط. لو شفنا غير لما يبقى فيه حالة الشغف او الرغبة انك انت عايز بالظبط حاجة. لو شفنا اول مباراة بعد ما موسيماني اعلن انه مش مكمل هي مباراة الدخان، روح اللعيبة في الملعب متغيرة تماما. انا ما بقولش ان على فكرة رقميا موسيماني من احسن المدربين طبعا في النادي الاهلي، وهو في الملعب في التاكتكس بتاعته يمكن من احسن الناس اللي شفتها في النادي. بص بقى انا الراجل مشي، وخليني اقول لك في ناس كتير يعني النهارده في ناس كتير زعلانه ان موسيماني مشي وكان نفسها انه يكمل يعني. لا اللي زعلان يزعل ويتفرق ويعمل كل حاجه. لا بصراحه اصل اقول لك حاجه، هي كانت النادي الاهلي يعني لا اسمعني بس اسمعني بس، النادي الاهلي طول عمره هيمشي في السكه، اللي هيخش في الطريق هيركب معانا القطر وهينجح وهيكسب، اللي يقع من الطريق خلاص خد مرحلته ونجح. خد بالك يعني انا قصدي انت زي ما اللعيبه برضو بتتشبع، في مديرين فنيين بيبقوا حاسين ان هم ما عندهمش قدره ان هم يعملوا اضافه جديده. وهو قال كده خلاص عادي جدا مفيش اي حاجه. يعني دي قصته، دي حاجه تحترم فيه يعني طبعا على راسنا. واحنا زي ما بقول لك والراجل ساب الباب مفتوح قبل ما يمشي، ما قفلش الباب في وشنا وجامد وقفل بالقفل، لا ده ساب باب موارب، ممكن هو يرجع، ممكن يحصل اي اتصال باي نوع من الوقت. انما انا بكلمك في ايه؟ في نقطه محدده، هو رقميا من احسن المدربين اللي جم النادي الاهلي، ولكن احنا في فتره تشبع سواء من اللعيبه او المدير الفني مع نقص في اللياقه البدنيه حصل انحدار. بص اي منحنى في الدنيا الكيرف نزل، لا ده نزل بانحدار. خلي انت الطبيعي الكيرف بينزل في حدود ال 45% اللي هو النص، لما لما الكيرف بينزل انحدار كده بزاويه 30 او اقل لا يبقى دلوقتي لازم تغيير. دلوقتي وجب التغيير، واعتقد ان ده اللي حصل. فاللعيبه نفسيا في بعد مباراه استن كانت حاجه تانية. لو جينا بدايات مباراه الزمالك 45 دقيقه هايلين، كنا ممكن نسجل الثاني والثالث، ولكن بدلك خصوصا كره قفشه الاولانيه، بعدين انقلب الحال في الشوط الثاني بالامانه، يمكن رجعنا في اخر 10 دقائق، وده يدل على ان الفرقه لسه واقفه على رجليها وعندها حماس وعندها المباراه السابقه الحمد لله مكسب في الدقيقه 90 يرجع لك البدنيه بتاعت النادي الاهلي. ما هو انت يعني عايز تعرف النادي الاهلي بقى واقف على رجليه فين؟ شوف بيكسب كام مره في بلاس 90. الفرق الثانيه المعدلات البدنيه بتقع منها في اخر الشوط الثاني، والنادي الاهلي بيعلى عشان كده بيبقى اقرب واستحواذه بيبقى اكتر فبيوصل. فاعتقد ان فكره ان سامي غير الريتم غير الريتم كويس قوي، نجح في ده جدا. انما لا يمكن يقدر يغير تاكتكس. النهارده المواجهه الاصعب لسامي قمصان، كل مواجهه للنادي الاهلي يا صعبه. ما احنا ماتش الزمالك خلي بالك ما ريحنا، ما اختلفش ان الباقي مش صعب يعني، لا والمحله ليها صعوبتها يعني المحله ديربي. تمام ماشي. مش مختلف معاك ان كل الماتشات صعبه، كل بس النهارده ليفل الصعوبه اعلى شويه. النهارده كل يوم هنقول ان ليفل اصعب. الفرقه اعتقد الفرقه اللي بتواجهها فرقه محترمه، فرقه مستقره، فرقه باحثه عن بطولات محليه، وده اللي يفرق جدا 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 معاهم. وده واحد من الحاجات